إن ملائكة السماء لا يحتفلون مع احتفالكم هذا. هذا الاحتفال الذي برهن فيه أهل أسوان بجميع عائلاتهم وبجميع أطيافهم، وليس بين القبيلتين اللتين كانتا مختصمتين وفقط. الحمد لله لا اله الا الله ولا وما كنا لنهتدي لولا ان الله صدق الله العظيم. اذا اهتدى الدكتور عبد السلام في مشهد القطر دائما على السلام احد خير خلق كما عبر سلم واسع النور نفت عليك يا منى يزيدك والله والوسام